سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعي قناة تيفي فريكونسيز. مرحبا بالمتابعين الأوفياء للقناة والمتابعين الجدد. أتمنى أحبائي أن تستفيدوا من القناة ولو بالقليل. أنا أقدم لكم المعلومة كما هي، كما أجدها أقدمها لكم من مصادر موثوقة. نظرا لطلبات الجمهور على قنوات الأفلام الأجنبية وقنوات الأقمار الصناعية الأوروبية، سأقدم لكم ست قنوات أجنبية رائعة جدا في هذا الفيديو البسيط والقصير المتواضع. إذن أحبائي، صلوا على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه أفضل الصلوات وأزكى تسليم. نبدأ أحبائي بالتردد الأول من القائمة الرئيسية، من نختار التركيب، ثم قائمة تي بي الترددات، ونضيف التردد الأول 12258، معدل ترميز ركزوا معي 29700، والاستقطاب عمودي في. هذا أحبائي التردد، تظهر عليه قناة أكشن اتش دي، القناة على القمر الصناعي أسترا 19 درجات شرقا، والتردد 11318، معدل الترميز 22000، والاستقطاب عمودي أو رأسي أو حرفي. هذا التردد أحبائي تظهر عليه ثلاث قنوات، القناة الأولى AXN SD، والقناة الثانية AXN White SD، والقناة الثالثة Fox SD، وأيضا القناة M Action. قنوات أفلام أجنبية رائعة على القمر الصناعي أسترا 19 درجات شرقا، والتردد 10979، والتردد 10979، معدل الترميز 22000، والاستقطاب عمودي به. هذا التردد أحبائي تظهر عليه قناة هوليوود، كل ذلك على القمر الصناعي أسترا. تظهر على القمر الصناعي أسترا قنوات أجنبية تبث أفلام أجنبية مختصة فقط في تقديم الأفلام الأجنبية. مشاهدة طيبة وممتعة أتمنىها للجميع أحبائي، أرجو أن أكون عند حسن ظنكم دائما. أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.